تحت الضغط. معانا احمد عبد اللطيف من احمد زويل، ومعانا محمد ابو العينين من فيكتوريا كوليدج. مين اللي هبتدي الاول؟ انا. بالظبط كده. احمد اتفضل. عند سليم هتسمع اغنيه ترجع لنا تاني. محمد ابو العينين تعالى مكاني. طبعا انت فاهم اللي بيحصل. عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. كل سؤال مهم. اتفقنا؟ نشوف احمد عبد اللطيف اخباره ايه. تمام. تحت الضغط كاونتر. كم عدد الدول التي تملك حق الفيتو بشكل دائم؟ 4. غلط. ما هي الدولة الأوروبية التي أنهت احتلال مصر عام 1801؟ فرنسا. صح. من هو الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة الأمريكية؟ باراك أوباما. صح. ما هي اللغة الرسمية لدولة النمسا؟ ألماني. صح. كاتب إنجليزي صاحب مسرحية As You Like It فمن هو؟ ويليام شكسبير. صح. ما هو العدد الذري لعنصر المغنيسيوم؟ 25. غلط. من هو الفنان الذي قام بدور علاء في فيلم صنع في مصر؟ أحمد حلمي. صح. ما هو نظام الحكم في دولة موريتانيا؟ جمهوري. صح. من هو رائد مدرسة الإحياء والبعث في الشعر العربي الحديث؟ أحمد شوقي. غلط. تفضل. كم إجابة صح؟ 5 أو 6. 6 إجابات صحيحة ب30 نقطة من 9 أسئلة. سليم عايزين أحمد عبد اللطيف ينضم لينا. تمام. مش سهلة. صح. أنا هون عايزة تركيز. أحمد عبد اللطيف تعالى مكاني. عايز تعرف محمد أبو العينين عمل إيه ولا لأ؟ لا مش لازم. طيب أنا سألته 9 أسئلة، مش هقول لك كم واحدة صح، ملحقتش أقول العاشر. اتفقنا؟ عينيك على الكاونتر وتركيزك معايا وما تضيعش الوقت. تحت الضغط كاونتر. كم عدد الدول التي تملك حق الفيتو بشكل دائم؟ 5. صح. ما هي الدولة الأوروبية التي أنهت احتلالها لمصر عام 1801؟ فرنسا. صح. من هو الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة الأمريكية؟ أوباما. صح. ما هي اللغة الرسمية لدولة النمسا؟ النمسا في الألمانية. صح. كاتب إنجليزي صاحب مسرحية As You Like It فمن هو؟ شكسبير. صح. ما هو العدد الذري لعنصر المغنيسيوم؟ 25. غلط. من هو الفنان الذي قام بدور علاء في فيلم صنع في مصر؟ أحمد حلمي. صح. ما هو نظام الحكم في دولة موريتانيا؟ جمهوري. صح. من هو رائد مدرسة الإحياء والبعث في الشعر العربي البارودي. صح. ما هو اسم الصف؟ تفضل مكاني. يا نهار أبيض على دي منافسة قوية. يا نهار أبيض فعلا حاجة مش معقولة. كم إجابة صح؟ 6. 8 إجابات صحيحة ب40 نقطة، وفي 6 إجابات صحيحة من محمد أبو العينين، في 10 نقط هدية من محمد لحمة. كلنا نحيي محمد أبو العينين وأحمد عبد اللطيف. اتفضلوا. النتيجة طبعا اتغيرت. وهارد لك يا محمد، انت عملت كويس جدا. لازم تبقى عارف. أيوة عملت حلو. كويس جدا، برافو عليك يا احمد، تألقت. سؤال واحد اللي تجاوب غلط، والغريب ان انتوا الاثنين جاوبتوا نفس الاجابه. ما هو العدد الذري لعنصر المغنيسيوم؟ كام؟ 12. طيب احمد عبد اللطيف كنتوا كام؟ كنا 60. وكم اجابه صح؟ 8 ب40 نقطه و10 نقط هديه. بقيتوا كام؟ 110. مدرسه احمد زويل سوهاج. فيكتوريا كوليدج كنتوا كام؟ 50. وست إجابات صحيحة ب30 نقطة. 80. وبكده النتيجة 80. أنا في رأيي ضربات الجزاء ترجعكوا تاني في المباراة، مفيش مشكلة خالص. اتفقنا؟ إن شاء الله. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.